بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن بعض الوصفات للعنب وبذور العنب وزيت بذور العنب، وخاصة للبشرة وحب الشباب والهالات السوداء، وعن كيفية الاستخدام. تعرفنا بالفيديو السابق على بذور العنب والمكملات الغذائية وكيف يتم استخلاص هذه البذور عن طريق تجفيفها، وتعتبر بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الأحماض الفينولوية، ونظرا لأن محتواها عالي من مضادات الأكسدة فإنه يساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الأنسجة والالتهاب والوقاية من المرض. وهناك العديد من الفوائد لبذور العنب سنتعرف عليها أكثر في هذا الفيديو. فاصل ونواصل. نبدأ بزيت بذور العنب وفوائده للبشرة. نحصل على زيت بذور العنب من خلال الضغط على بذور العنب، حيث يعتبر زيت بذور العنب غني بمضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات، وحامض اللينوليك الذي يقوي أغشية الخلايا ويحسن من جودة بشرتك، كما يشفي من شوائب الجلد بما في ذلك حب الشباب والبثور. فاحتوائه على مضادات الأكسدة يمنع المسام من الانسداد ويمنع ظهور حب الشباب. إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات التي تمنع ليس فقط تفشي حب الشباب ولكن أيضا تساعد على علاجها، إضافة إلى أن تطبيق هذا الزيت يساعد في شد الجلد وتنعيمه. هذه الخاصة مفيدة جدا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية، لذلك يمكن استخدامه لعلاج طبيعي لحب الشباب. أيضا يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي ترفع المناعة، ويعمل هذا الزيت على تطهير الجسم من الجذور الحرة غير المرغوب فيها وعلاج جفاف البشرة. أيضا يشد البشرة ويمنع تكسر أربطة الكولاجين، ويساعد على تفتيح البقع الداكنة، ويكافح أيضا الشيخوخة المبكرة والتجاعيد. أيضا يعمل على تقوية البشرة ويقلل من التصبغ وإصلاح الجلد المترهل. أيضا حماية البشرة من ضرر الأشعة فوق البنفسجية، ومطهر فعال، وعلاج جيد للالتهابات الفطرية. نقدم لكم الآن بعض الوصفات. أولا، يستخدم كمصل لتفتيح البشرة، وطريقته هي: المكونات: بضع قطرات زيت بذور العنب، ضمادة أو ضمادة، رباط. طريقة الاستعمال: وينصح دائما هنا قبل أن نطبق الزيت على البشرة وخاصة الوجه، نختبره على اليد ونغطيه بضمادة، ثم نطبقه على الوجه والرقبة ليلا ونغسله في الصباح. ثانيا، زيت بذور العنب للهالات السوداء. يحتوي زيت بذور العنب على مركبات الفلافونيد، وهي مركبات لديها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فتساعد في التخلص من الهالات السوداء. وطريقته هي: المكونات: قطرتين إلى ثلاث قطرات زيت بذور العنب. وطريقة الاستعمال: نطبق قطرات الزيت مباشرة على المنطقة، ونكرر هذه الوصفة مرتين يوميا. ثالثا، خلطة طبيعية لمعالجة تجاعيد العين حول العينين وخاصة أسفل العين. تخلط ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب وقطرتين من كل من زيت اللافندر وزيت الورد مع محتوى كبسولة واحدة من فيتامين E. يوضع الخليط حول العين ويترك طوال الليل. رابعا، خلطة طبيعية لترطيب الشعر وزيادة نموه. تدلك فروة الرأس بخليط من 4 ملاعق من زيت بذور العنب مع ملعقتين من زيت اللافندر أو إكليل الجبل، ويترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل قبل استعمال الشامبو. والآن وصفات العنب للعناية بالبشرة. تعتبر فاكهة العنب فاكهة رائعة جدا للبشرة،
حيث تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتحسن من مرونتها، وهي غنية بمركب أحماض الألفا هيدروكسيل التي تحمي البشرة من حب الشباب أيضا. ومن الوصفات المفيدة لهذه الفاكهة ما يلي: أولا، وصفة العنب والكيوي. عند خلط العنب مع الكيوي فإننا نحصل على مزيج رائع للبشرة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وتحتوي أيضا على زيوت مهمة للبشرة مثل زيوت E و C، وأيضا زيوت أوميجا 3. والطريقة هي: المكونات عنب، كيوي، زبادي أو لبن رائب. وطريقة التحضير: نهرس العنب مع الكيوي بكميات متساوية ونضيف اللبن الرائب عليهم. نضع القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم نغسله بالماء الفاتر. ثانيا، وصفة العنب والتفاح. يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة. والطريقة هي: المكونات قطع من التفاح، طبعا تفاح أخضر أصفر أحمر لا يهم، القليل من العنب، كمان العنب ألوان ما بهم. طريقة التحضير: نهرس قطع التفاح جيدا ونضيف عليها أيضا مهروس العنب. نضع العجينة على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة، نغسلها جيدا. نطبق هذه الوصفة بانتظام حسب الحاجة. ثالثا، وصفة العنب والفراولة لفريز. تحتوي الفراولة على حمض الساليسيليك، والعنب يحتوي أيضا على أحماض الألفا هيدروكسيل، وكلاهما مهم للبشرة. والطريقة هي: المكونات فراولة، عنب، ملعقة صغيرة عسل. وطريقة التحضير: نهرس قطع الفراولة جيدا، نضيف عليها القليل من العنب، نخلطهم جيدا مع العسل. نضع المزيج على الوجه والعنق، نتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسله بماء فاتر. رابعا، وصفة العنب وعصير الليمون وماء الورد. يعتبر هذا القناع مناسب للبشرة الدهنية لأنه يمتص الزيوت مباشرة من الجلد. والطريقة هي: المكونات عنب، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من ماء الورد. وطريقة التحضير: نهرس القليل من العنب في الخلاط ونضيف عليه عصير الليمون وماء الورد. نضع الخليط على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم نغسل الوجه. خامسا، وصفة العنب والبابايا والعسل. طبعا في فيديو عن البابايا، قبل فترة وضعنا فيديو عن البابايا وفوائدها. يعتبر هذا القناع مناسب للبشرة الجافة بحيث يحافظ العسل على رطوبتها. والطريقة هي: المكونات ملعقتان كبيرتان من هريس العنب، ملعقة كبيرة من لب البابايا، ملعقة كبيرة عسل. وطريقة التحضير: نخلط هذه المكونات معا ونضعها على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. سادسا، وصفة العنب وعصير الزيتون والحليب وصودا الخبز. يمكننا عمل منظف طبيعي للوجه بمزج هريس العنب مع زيت الزيتون وصودا الخبز والحليب. والطريقة هي: المكونات هريس العنب، نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز، نصف ملعقة كبيرة من الحليب، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وطريقة التحضير: نخلط المكونات معا، نضعها على الوجه لمدة 5 دقائق، ثم نغسل الوجه بماء بارد. نتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال. حبايبنا، إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم، ومننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع مثل العادة. وللإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو، وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك
وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.